السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للدرس الأول في الوحدة الثانية المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم قياس الأطوال المتر وأجزاؤه الديسيمتر السنتيمتر والمليمتر. إذن الأهداف التعلمية أتعرف العلاقة بين وحدات قياس الأطوال المتر وأجزاؤه وأجري تحويلات عليها وأوظفها لحل وضعية مشكلة. إذا لنبحث جميعا لنلاحظ المسافات التي قطعتها كل من الدعسوقة والنملة والحلزون للوصول إلى طعامها. إذا لاحظوا معي المسافات، النملة قطعت مسافة 9 متر وخمسة وسبعون سنتيمتر، الدعسوقة قطعت 80 ديسيمتر و 9 سنتيمتر، الحلزون قطع مسافة 9 متر و 2 سنتيمتر. إذا نستعين بجدول وحدات الطول ونحول المسافات إلى أصغر وحدة. إذا سنستعين بجدول وحدات الطول وحدة المتر وأجزاؤها المتر ديسيمتر سنتيمتر مليمتر ونحول هذه المسافات إلى أصغر وحدة. إذا نقوم بكتابة هذه الوحدات على جدول التحويلات. إذا لدينا 9 متر، إذا نكتب العدد في الوحدة، إذا 9 متر و 75 سنتيمتر، إذا الوحدات على الوحدة 75 سنتيمتر، إذا نحولها لأصغر وحدة، أصغر وحدة هي المليمتر، إذا ولكن سنحتفظ هنا بأصغر وحدة كالسنتيمتر. 80 ديسيمتر، إذا الصفر على الوحدة 80 ديسيمتر، الوحدات تحت الوحدة 9 سنتيمتر، إذا 80 ديسيمتر و 9 سنتيمتر. بالنسبة للحلزونة 9 متر و 2 سنتيمتر، إذا بقيت وحدة الديسيمتر فارغة سنضيف الصفر. إذا 9 متر و 75 سنتيمتر تساوي 975 سنتيمتر، 80 ديسيمتر و 9 سنتيمتر تساوي 809 سنتيمتر، 9 متر و 2 سنتيمتر تساوي 902 سنتيمتر. ثم نبدأ بترتيب هذه المسافات من الأكبر إلى الأصغر. إذا نبدأ بالمقارنة برقم المئات، إذا 9 8 9، إذا لدينا تساوي على مستوى المسافة التي قطعتها النملة والحلزونة. إذا 9 9، ننتقل لرقم العشرات 7 0، إذا 7 أكبر، إذا 9 متر و 75 سنتيمتر أكبر من المسافة التي قطعتها الحلزونة 9 متر و 2 سنتيمتر، أكبر من المسافة التي قطعتها الدعسوقة 80 ديسيمتر و 9 سنتيمتر. الحصة الثانية، قامت مريم بقياس أطوال هذه الأقلام، ولاحظ ثم أكتب كل قياس في المكان المناسب. إذا أعيد قراءة السؤال، قامت مريم بقياس أطوال هذه الأقلام، ولاحظ ثم أكتب كل قياس في المكان المناسب. إذا 94 مليمتر، 70 مليمتر، 6 سنتيمتر، 1 ديسيمتر. إذا سنحول إلى هذه الوحدات إلى السنتيمتر، إذا 94 مليمتر هي 9 سنتيمتر و 4 مليمتر، 9 سنتيمتر و 4 مليمتر، 70 مليمتر 7 سنتيمتر، 6 سنتيمتر، إذا الوحدة سنتيمتر، 1 ديسيمتر هي 10 سنتيمتر. إذا نتأكد بواسطة المسطرة المدرجة، إذا طول القلم الأزرق
ستة سنتيمتر. إذا سنكتب ستة سنتيمتر. بالنسبة للقلم الوردي سبعة سنتيمتر، إذا سبعون مليمتر، سبعة سنتيمتر. بالنسبة للقلم الأخضر عشرة سنتيمتر، وهي واحد ديسيمتر، إذا واحد ديسيمتر تساوي عشرة سنتيمتر. التمرين الثاني، أحول إلى الوحدة المطلوبة دائما باستعمال وحدات قياس الأطوال، جدول وحدات قياس الأطوال. إذا لدينا سبعة ديسيمتر نحولها إلى سنتيمتر، إذا سبعة ديسيمتر نضيف الصفر، إذا سبعون سنتيمتر. ستة سنتيمتر كم فيها من مليمتر؟ ستة سنتيمتر نحولها إلى المليمتر، إذا ستون مليمترا. ثلاثة متر نحولها إلى ثلاثة متر، نحولها إلى السنتيمتر، إذا ثلاثة متر نحولها إلى السنتيمتر، نضيف الأصفار، إذا ثلاثمائة سنتيمتر. خمسون مترا نحولها إلى السنتيمتر، إذا خمسون متر، نعم خمسون متر نحولها إلى السنتيمتر. خمسة آلاف سنتيمتر. ننتقل للسؤال رقم ثلاثة، أتمم بكتابة الوحدة المناسبة. إذا خمسة سنتيمتر نحولها إلى الديسيمتر دائما باستعمال جدول المتر وأجزاؤه. إذا خمسة سنتيمتر نحولها إلى الديسيمتر، إذا نكتب الصفر ثم نضع الفاصلة، إذا خمسة سنتيمتر تساوي صفر فاصلة خمسة ديسيمتر. عشرون مترا، عشرون متر كم تساوي من سنتيمتر؟ إذن عشرون متر كم تساوي من سنتيمتر؟ تساوي ألفين سنتيمتر. نضيف الأصفار إلى الوحدة المطلوبة، ستون ديسيمتر، ستون ديسيمتر. دائما الوحدات تحت الوحدة ستون ديسيمتر كم تساوي؟ إذا ستمائة، إذا ستون ديسيمتر تساوي ستمائة، ستمائة سنتيمتر، ستمائة سنتيمتر. أربعة متر تساوي أربعمائة سنتيمتر. أربعمائة سنتيمتر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.